البداية من شبوة، حيث قتل وأصيب عشرات الجنود من قوات الجيش الوطني بغارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. وأكد مصدر عسكري أن نحو 30 جنديا من أفراد لواء حماية منشآت نفطية ولواء الدفاع الساحلي سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران التحالف على عربتين عسكريتين في منطقة عقبة مرخة التابعة لمحافظة شبوة.